في حفل بسيط حضره الأهل والأحباب، احتفل الممثل المغربي محسن مالزي اليوم السبت بعقد قرانه على خطيبته المغربية خلود وهيب. ونشرت الفنانة والممثلة المغربية سحر الصديقي زوجة المخرج منصف مالزي شقيق العريس محسن مالزي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ظهرت فيه رفقة العروسين وأرفقته بتدوينة تقول: إلى أخي العزيز محسن مالزي وزوجته الجميلة خلود وهيب كل السعادة إن شاء الله. ووسط جو يملأه الطرب والفرحة، نشرت سحر صديقي مجموعة من الفيديوهات القصيرة عبر خاصية ستوري للحظة استقبال العريس لعروسته